السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحمدا لله على التمام، وحمدا لله على حسن الختام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أيها الإخوة، خير ما يفرح به العبد أن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى وللعمل بما يرضيه عز وجل. قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من حطام الدنيا الفاني الزائل عمل صالح يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه الطيب المبارك: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال أيضا محذرا: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فالحمد لله، التوفيق للطاعات خير من كل هذا المتاع الزائل الفاني الذي نجمعه في دنيانا، خير من كل هذا المتاع الزائل الفاني الذي نجمعه في دنيانا. أيها الإخوة، تعلمون أن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تخيل أنك عملت عملا خيرا والله يشكر لك، الله يشكر لك. ليس ملك من ملوك الدنيا يشكر لك، وليس رئيس يشكر لك، وليس ثم وزير يشكر لك. الذي يشكر لك هو الله، هو الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيا من وفقت للطاعة تبتغي بها مرضات الله عز وجل، ويا من بذلت من مالك وجهدك وصحتك ووقتك جهدا ومالا وصحة ووقتا، اعلم أن الله يشكر لك صنيعك، يشكر لك صنيعك، يشكر لك صنيعك سبحانه وتعالى، ويذكرك في الملأ الأعلى. كم ذكرت الله في مواطن أيها الحاج، ذكرت الله عند الإهلال، ذكرت الله بالتلبية، ذكرت الله أثناء الطواف، ذكرت الله على الصفا والمروة بين الصفا والمروة، ذكرت الله في عرفات، ذكرت الله في عند الجمرات، ذكرت الله عند طواف الإفاضة. كل ذلك الله يذكرك إذا ذكرته: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كم ملئت الصحيفة من ذكر لله، كم ملئت الصحيفة من تلبية، كم ملئت من حمد لله، كم ملئت من تكبير، كم ملئت من تهليل. فهنيئا لكم يا من وفقتم لطاعة الله سبحانه. هناك أقوام آتاهم الله أموالا طائلة، ولكن لم تنشرح صدورهم لحج بيت ربهم، لم تنشرح صدورهم لإجابة دعوة الخليل إذ دعاهم للحج، لم تنشرح صدورهم للطاعة بل استثقلوها. فهنيئا لكم، وبذلك فلتفرحوا وخير مما يجمع من حطام هذه الدنيا الفاني الزائل. لقد قال ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله عليك أن تحج بيته، لله عليك أديت حق الله الذي عليك، أديت الحق الذي لله عليك، فأبشر وانتظر ثواب الله سبحانه وتعالى. انتظر أنت أديت الذي عليك،
وعملت بالذي أمرت به فانتظر الثواب، والثواب الجنة بإذن الله. هنيئا لكم يا من حججتم حجا مبرورا، يا من سعيتم سعيا مشكورا، يا من ذكرتم ربكم سبحانه وتعالى. وعاود القول، أعظم شيء يسعد به الشخص ويفرح أن يوفق لطاعة الله سبحانه، فالطاعات كبيرة إلا على الخاشعين. قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فاحمدوا الله أن يسر لكم الخير وحبب إليكم الحج، حبب إليكم الحج، حبب إليكم العمرة. وأنتم راجعون إلى بلادكم، الله يقول: اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كل من راجع من الحج يحب أن يرجع ثانية، مع ما تكلف من جهد ومال ووقت وخوف ويعني أمور كثيرة لا يعلمها إلا من يباشر هذا العمل، ومع ذلك كله يحب أن يرجع إلى الحج. هذا من توفيق الله لكم أيها الحجيج. فقولوا ما سيقوله الصالحون إن شاء الله يوم لقاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، قد نفرح بأمور الدنيا بربح دنيوي عاجل، وهذا لا ينافي شرعنا إذا كان من الحلال الطيب. الفرح قد يكون ببعض أمور الدنيا، تفرح لأنك وفقت مثلا لزوجة صالحة، تفرح لأنك وفقت لربح في تجارة، تفرح لأمور دنيوية لا بأس بذلك، ما لم يصحبه بطر ولا أشر. لقد قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سعدوا بحجكم، سعدوا بحجكم. في الختام يلزمكم أن تسألوا الله القبول، القبول. فهذا دوما شأن أهل الصلاح، كما نبه على ذلك مرارا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر بسند فيه مقال يسير عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الكريمة: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ الذين يؤتون ما أتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة خائفون من الله أنهم إلى ربهم راجعون. قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، فيعمل الصالحات ووجل ألا تقبل هذه الأعمال، يخشى من عدم القبول. ولذا كان من شأن أهل الصلاح، وليكن شأنا لكم، وليكن شأنا لكم يا حجيج ولغيركم، سؤال الله القبول. الخليل وولده صادق الوعد إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان، ليس هناك أحد يرأيانا، يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم يدعو، يدعو ويقول: ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. ادعوا ربكم كثيرا واحمدوا الله على التوفيق للدعاء، ولكن اسألوا الله أن يتقبل منكم الدعاء الذي دعوتموه، والأعمال التي عملتموها، والطاعات التي أطعتم الله بها. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، من دعاء أي لا يجاب، لا يسمع سماع الإجابة، وإلا فالله يسمع كل شيء، لكن كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء
لا يسمع. نحن دعونا الله والله سمع دعاءنا، لكن في فرق بين سماع وسماع. في سماع اسمه سماع الإجابة، سماع الإجابة، لقد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أسمعها وأجابها. وأما أي كلام، الله يسمع سركم ونجواكم، يعلم، يسمع كل شيء، لكن في سماع اسمه سماع الإجابة. فنتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم كما هو معلوم أن النوافل ختام مع سؤال الله القبول سبحانه وتعالى، قبول العمل وقبول الدعاء. نستغفر الله. لماذا نستغفر الله؟ قد يعترينا مع هذه الأعمال قصور. ونحن وكما قال ربنا عن بني آدم، قال ربنا عن بني آدم عن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره. أي أنت يا ابن آدم مهما بذلت مهما فعلت ما قمت بالذي أوجبه الله عليك. فلذلك كان يلزمنا أن نتمم القصور بسؤال الله الاستغفار. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: إذا فضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام يذكره كما هداكم إن كنتم من قبل لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فاستغفار الله في نهايات الأعمال وفي ثناياها بعد الصلاة قبل التسليم استغفار: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بمجرد أن تسلم: أستغفر الله أستغفر الله، أنت ما عملت ذنبا. هل لما صليت عملت ذنبا؟ لا، ولكن أن: يا ربي صليت ولكني مقصر، كان ينبغي وأنا أناجيك أن أقدرك حق قدرك، كان ينبغي وأنا أناجيك أن لا أغفل عن تدبر الآيات عن تدبر الأذكار، فيا رب اغفر لي ما كان مني من تقصير. ففي نهاية الأعمال يشرع الاستغفار، في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في ختام الحياة كلها الرسول قام وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وفي آخر حياته يؤمر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر صورة نزلت على رسول الله كاملة هذه الصورة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونوح عليه السلام في نهاية حياته وبعد أن أغرق الله قومه وأهلكهم يقول داعيا: رب اغفر لي ولوالدي، وهي آخر آية في سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص. فعلينا أن نستغفر الله مما صدر منا، علينا أن نستغفر الله عز وجل وأن نجتهد في الاستغفار، علينا بذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم وسددكم. أيها الإخوة، لخصنا الكلام في أننا نحمد الله، نحمد الله على أن هدانا، والله وعد بالزيادة للشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلينا أن نسأل الله القبول فإنما يتقبل الله من المتقين، وعلينا أن نستغفر الله من الذنوب، وأن نسأل الله أن يردنا إلى أهلنا والحجيج، يردنا ويرد الحجيج إلى أهلنا سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. غنمنا السلامة وغنمنا القبول وغنمنا الرضا
عنا يا رب العالمين، فقد رضينا عنك يا ربنا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أيها الإخوة، ولفتة في النهايات، اعلموا أن هناك ذنوب لا يستطيع الحج تكفيرها، الحج لا يستطيع أن يكفرها، ألا وهي الذنوب، الأمور، الحقوق المتعلقة بالعباد. أكلت مال يتيم، ضربت في أموال ناس، أعطوك المال لتشاركهم فأكلت أموالهم، ظلمت مسكينا، غششت شخصا جاء يستفتيك عن عمد، الحقوق المتعلقة بالعباد، ضربت زوجة، أهنت فقيرا، أذللت يتيما، هذه الحقوق المتعلقة بالعباد الحج يقف أمامها لا يستطيع لها تكفيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين لأنه متعلق بالعباد، صلي صم براحتك، لكن الدين لا يغفر، الدين لا يغفر، سدد الديون. إذا كنت أنت على سبيل المثال اقترضت وعجزت عن السداد والله يعلم من قلبك ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن نعبد ربا رحيما. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ويقول إذا خلص المؤمنون من النار: حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. لماذا الحبس؟ خلاص هم تجاوزوا النار، الحمد لله سلمهم الله منه، يحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. يا رب أوقف هذا، لي عنده مظلمة، ظلمني، قهرني، أكل مالي، شتت شملي، هتك عرضي، يا رب خذ لي حقي منه. فيأتي وهو مرتفع الدرجات، تؤخذ منه الحسنات بعد حسنات بعد حسنات، حتى تفنى حسناته وقد يلقى في النار بعد أن ظن أن السلامة تصاحبه. الرسول عليه السلام يقول: أتدرون من المفلس؟ المفلس، قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس، أي حق الإفلاس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. أيها الإخوة، لقد قال الرسول مناشدا، قال الرسول مناشدا: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. تفطنوا يا عباد الله، تفطنوا. لذلك كان الرسول يتحلل وهو سيد ولد آدم من أصحابه. ورد في قصته مع أسيد بن حضير، كان يداعب أسيد بن حضير فضربه ضربة، قال: ظلمتني يا رسول الله. قال: يا رسول الله أريد القصاص، القصاص يا رسول الله، والنبي يفعلها مداعبة. فقال النبي: هاك اقتص، اقتص. فقال: لا، أنت ضربتني وكانت جزء من بطني مكشوف، يعني الضربة من فوق الثياب تختلف عن الضربة من تحت الثياب. فرفع النبي عن المكان، ليس من العورة، رفع عن المكان الذي ضرب فيه أسيد بن حضير، فأقبل يقبله ويبكي، قل: هذا الذي أردت يا رسول الله. أنا لم أرد أن يقتصم من رسول الله، بل أراد أن يقبل بفمه هذا الجزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تتكبر عن القصاص. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه في جيشه ومعه عم له، وخالد الأمير أمير الجيش تأمير النبي عليه الصلاة والسلام له، خالد في امرأة ما أدري في زمن عمر أو في زمن أبي بكر أو في زمن الرسول، عم خالد لطم جندية من الجنود، فرفع الجندي المظلمة إلى خالد قال القصاص، عمك لطمني. فاستشفع الناس أو شفع الناس عند الرجل، يا أخي عم الأمير كيف تلطم عم الأمير، عم الأمير يا أخي، قال أريد القصاص. فما كان من خالد إلا أن أتى بعمه وقال هاك، ها هو أمامك فلذ فاقتص. فرفع الرجل يده على وجه عم خالد وجاء يضرب، فقال يا رب تركتها لوجهك، لوجهك لا لوجه خالد. فالشاهد أن إذعان خالد بن الوليد هو الأمير كي يقتص من عمه لسلامة عمه أصلا، لسلامة عمي أصلا. لا تتكبر أبدا عن الاعتذار، لا تتكبر أبدا عن رد المظالم إلى أهلها، لا تتكبر أبدا عن الاعتراف بالخطأ. كلنا نخطئ، وأولى لي إذا أخطأت أن أقول أنا أخطأت وأستغفر الله، ولو لك مظلمة خذها مني الآن قبل أن لا يكون هناك مال ولا بنون ينفعون. ويروى بسند فيه مقال أن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين لما حضرتها الوفاة استدعت عائشة رضي الله عنها وقالت لها يا عائشة تعلمين موقفك مني وموقفي منك، قد يكون بيننا ما بين الضرائر، وأنا قد حضرتني الوفاة فأرجو عفو الله ثم عفوك يا عائشة. قالت عفا الله عنك يا أختاه، عفا الله عنك يا أختاه. فطلبت أن تتحلل حتى أسلم لها أمرها يوم الدين، حتى أسلم لها أمرها يوم المعاد. إن بعض أصحاب رسول الله من الفقراء بلال وصهيب وسلمان وأظن معهم عمار مروا مر عليهم يوم الفتح أبو سفيان بن حرب، وكان له شأن في الجاهلية، كان محاربا لله ورسوله في الجاهلية، كان يقول يوم أحد الهبل يقول لنا العزة ولا عزة لكم. المهم كان هؤلاء الأربعة لا يحبونه، فرأوه يمشي قبل أن يسلم، فقالوا والله ما أخذت ما حررت قوله في قبل أن يسلم أو بعد، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. كان يجب أن يقتل هذا الرجل. فقال أبو بكر، أبو بكر مقرب من رسول الله صاحبه، أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب يشكوهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه السلام لأبي بكر غير المتوقع، قال يا أبا بكر أغضبتهم؟ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فجرى أبو بكر مسرعا، جري مسرعا إلى هؤلاء النفر الكرام من أصحاب رسول الله، قال أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. أخذ منها بعض العلماء أن إغضاب الأخ في الله من الكبائر إذا كان بغير حق، لقول إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، خاصة إذا كان من الصالحين. فلا تستكبر أيها الحاج عن البحث عن من ظلمتهم إذا رجعت إلى بلدك، انظر من الذي ظلمت، انظر من الذي أهنت، انظر الأموال التي أدخلتها على نفسك من حلال أو من حرام، قف عن الربا، قف عن أكل أموال الناس بالباطل، لا يكن همك أن تكثر مالك، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الحجيج ابدأوا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، اسألوه أن يغفر لكم
الركام السيء الذي كان في صحائفكم الآنفة، قل يا رب بيض صحائفنا، تبنى إليك يا رب فامحو عنا هذه السيئات، وامحو عنا هذا اللوث الذي لوثت به صحائفنا، اللهم اغفره وامحوه يا رب، امحو الذي كان منا يا رب وصدر منا، فأنت العفو وأنت الغفور، امحوه يا رب، وابدأوا صفحة طيبة جديدة في طاعة الله وطاعة رسول الله، واسألوا الله أن تكونوا سامعين مطيعين له، اسألوا الله أن تكونوا سامعين مطيعين لربكم. فمن دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام ومن دعوات ولدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام دعوة طيبة، ربنا واجعلنا مسلمين لك، من معنيها مستسلمين لك، طائعين لك، يا رب اجعلني مسلما لك، مطيعا لك، خاضعا لك، ذليلا لك، عبدا لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعل يا رب ذريتنا سامعة مطيعة لك يا رب، نفرح يا ربي بفضلك علينا أن تكون الذرية مطيعة لك سامعة لك، يا رب اجعل ذريتنا سامعة مطيعة لك، مخبتة لك، موحدة لك، موحدة لك، موحدة لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رب اجعلنا سامعين مطيعين لك، أطلنا عليكم بارك الله فيكم، اسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السامعين المطيعين له، المتواضعين له، الخائفين منه، الوجلون الوجلين منه، اسأل الله ذلك أن يجعلنا وإياكم من المخبتين، ونعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، نعوذ بالله من أن نجهل أو يجهل علينا. ختاما يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكما جمعتنا في هذا الجمع المذكر بالجمع بيوم الجمع الذي لا ريب فيه الذي نقر لك ونشهد أننا نوقن به، نشهد بيوم الجمع، وكما شهدنا هذه الجموع الغفيرة وإيقنا يا رب ونوقن دائما وأبدا أن هناك يوم الجمع لا ريب فيه، اللهم يا ربي، اللهم يا ربي لا تجمع علينا عذابا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، رأينا يا ربي حرارة الشمس التي لا تقارن بحرارة الآخرة ودنو الشمس يوم القيامة، اللهم يا ربي استر علينا يوم الجمع وارحمنا وأمنا من خوف في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمنا من خوف الدنيا والآخرة، وأمنا من الفزع الأكبر، وأمنا من عذاب القبر، يا رب العالمين اجعلنا سعداء في الدارين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آية في ثنايا آيات الحج، وهذه أكثر دعوة كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، لا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة لنا وللعالمين، لا ننسى الصلاة على هذا النبي الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم الأمين وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم، اللهم جازيه عنا خير الجزاء كما أرسلته إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا، اللهم جازيه عنا خير الجزاء وآتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.